ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في برنامجكم الأسبوعي، برنامج رجيم صحي، لنقدم كل ما هو جديد ومفيد حول السمنة وطرق علاجها. نقدم الحقيقة لندفع الصواب، نقدم الحقيقة لندفع الأوهام. مشاهدينا الكرام، يسعدنا أن نتحدث اليوم عن مسألة في غاية الأهمية. احنا يمكن اخترنا عنوان البرنامج بتاعنا رجيم صحي لندفع به النقيض عن الجانب الآخر، الرجيم الغير صحي. ما هو الرجيم الغير صحي أو الرجيم العشوائي؟ الرجيم العشوائي يمكن بيجي لنا حالات كتيرة جدا، أو يمكن مريض السمنة بالذات من المريض اللي بيكون مستعجل يبحث عن التخسيس السريع بأي طريقة، وهذا هو الرجيم العشوائي أو الرجيم الغير صحي الذي اخترنا اسم البرنامج رجيم صحي، لأننا نعني الرجيم الصحي الذي يحسن الحالة الصحية للمريض ويحسن من حالته النفسية، لا يزيد التوتر ولا يؤثر سلبا على حالته الصحية. الرجيم العشوائي ده يمكن بنلاحظ أنواع الرجيم العشوائي كتير قوي على النت، بيجي لنا اسئله كتير على صفحتنا على الفيسبوك، اللي بيجي عيان يقول لك يا دكتور انا دخلت على النت واخدت رجيم ومشيت عليه فتره وخسيت 10 كيلو او 15 كيلو، ولكن بعد ما وقفت عن الرجيم ده حصل عندي عوده مره اخرى للوزن ال 10 15 كيلو بالاضافه اليهم 5 كيلو تانيين او 10 كيلو تانيين. او بيجي لنا حالات كتير قوي في المركز، يجي يقول لك تقول واحد او واحده تقول لك يا دكتور انا مشيت مع صاحبتي كانت اخده دايت ومشيت معاها على نفس الدايت اللي هي ماشيه عليه، ولكن بعد ما خسيت فوجئت بمشكله كبيره جدا ان جسمي اصبح مترهل واصبح حاله الجلد سيئه جدا. هو ده اللي احنا بنعنيه الرجيم العشوائي. الرجيم لابد ان نعلم جيدا ان الرجيم هو روشتة علاجيه، الرجيم النظام الغذائي وروشتة علاجيه تختلف من مريض لمريض، تختلف من سن لسن، وتختلف من طبيعة عمل لطبيعة عمل. سيدة المنزل أو الأنسة أو البنت الصغيرة ليها رجيم يختلف عن ربة المنزل، يختلف عن اللي عندها 50 سنة أو 60 سنة. ده كله ليس بيتخذ يعني عشوائيا، ولكن تحت دراسة وتحت تشخيص جيد للحالة، وهذا لأن الرجيم العشوائي له من المخاطر التي لا يعلمها كثير من المرضى. الرجيم العشوائي ممكن أخس عليه بسرعة فعلا، او ممكن ما خسش عليه. في كلا الحالتين لو خسيت عليه سريعا وهو رجيم غير صحي او غير مدروس قد يؤدي الى مخاطر شديده جدا، ويمكن هنعرج على بعض هذه المخاطر عشان نوضح للناس اهميه وخطوره ان انا اتبع رجيم صحي وخطوره ان انا اتبع رجيم غير صحي او رجيم عشوائي. قد يحسن الظاهر ولكن له مفاسد خطيره جدا جدا، ويمكن بتجي لنا حالات بتقول يا ريتنا ما كنا خسينا. أول هذه المخاطر التي تقابلنا في الرجيم العشوائي هي مسألة الترهلات. بيخطئ من يظن أن الغرض من اتباع الرجيم هو إنقاص الوزن فقط. الغرض من إنقاص من اتباع الرجيم هو تحسين الحالة العامة، بما يتضمنها وإنقاص الوزن. ولكن هناك امور اخرى لابد من الاهتمام بها عند اتباع الرجيم، هي ملاحظه حاله الجلد، ما يحصلش في عندي في ترهلات. واحد خس رجيم عشوائي زي اللي احنا بنتكلم عليه، مخاطر الرجيم العشوائي ان حاله الجلد اصبحت فيها ترهل شديده جدا جدا لدرجه ان العيان بيستحي من نفسه. مثل هذه الامور عندما يصل الترهل وحاله الجلد الى هذه الحاله المزريه تحتاج ضروري جدا الى تدخل جراحي. عندما يتظاهر الجلد بهذه الصورة وبهذه الطريقة العشوائية ليس هناك حل إلا أن احنا نعمل جراحة، نقص الجلد الزائد، يتدخل طبيب استشاري التجميل أو أستاذ التجميل ويقص الجلد الزائد ده، كل الجلد الزائد، ويبدأ يخيط ويلم الجلد. طبعا بيكون من الخطورة أو المشاكل الكبيرة جدا، خاصة إذا كانت مع فتاة. أنا جات لي حالة مشكل الإيد بتاعها بعد ما خست، يعني الدراعات من تحت اصبحت مترهله جدا جدا. تصبح مشكله الترهل ما كانتش بقى في الدراعات بس، لا في البطن، في الرجلين، في الدراعات، في كل جلد البشره. عشان كده بنقول ان الرجيم لابد ان يكون رجيم صحي حتى نتلاشى هذه الجزئيه الخطيره جدا. يعني حالات كتيره جدا، يعني الواحد ما بتدخل المركز اول ما بتدخل بتقول انا كان وزني كذا، كان وزني 110 او 120، والقاها مثلا داخله على وزن 70، اول حاجه اسالها كنت ماشيه مع دكتور ولا مع نفسك؟ مع نفسي اقول لها ايه حاله الترهل عندك؟ حاله الجلد عندك عاملاها ايه؟ لان طبيعي للاسف الرجيمات العشوائيه تاتي باثار سيئه جدا، واستدراك هذا الامر يكون صعب بعد ذلك. يعني ان انا حدث الترهل فعلا من الاول، انا المفروض ما بعمل دايت بغير حاله الجلد، حدث الترهل فعلا ابدا اعالجه ازاي؟ بقى الجلد حجمه كبير، انا عندي يعني اقرب الامور شويه، انا عندي فستان او عندي بنطلون اصبح الناس اكبر من مقاسي،
ما فيش حل ان انا اقص زياده او اضيق الزياده. الجلد ما بيتضيقش، الجلد مش استك، مش مرن، مش فيه المونه الكافيه حتى يعود بسهوله الى وضعه السابق، ولكن لابد من هنا ان يحدث تدخل جراحي اذا كانت حاله الترهل شديده زي ما وضح في الحاله الاولى، او في بعض الحالات يكون الترهل متوسط ممكن عن طريق استعمال الاجهزه. يمكن بعض الاجهزه اللي الحمد لله بنتميز بيها في مركز رويال، الاجهزه اللي بتتميز في حاله شد الترهلات ونتائجها هائله جدا جدا جدا، بنشد الترهلات، ولكن من الافضل ان يكون مراعاه حاله الجلد من اول ايام اتباع النظام الغذائي. اول مخاطر الرجيم العشوائي، ويمكن واضح جدا الامر ده وخطورته عند البنات والسيدات، لان بيخلي الشكل بيبقى يعني اكثر سوءا من الاول. انا حقيقه جات لي نسا بتتكلم بتقول يا ريتني انا ما خسيت، انا كان وزني الاول كان مليانه او كان وزني زايد، لكن شكل الجلد انا بيني وبين نفسي او قدام مرايه ما بتضايقش، ما بقاش حزينه على نفسي، كل اللي شايفني من بره شكلي كويس، مقاسي كويس او متناسق، ولكن انا من جوايا حزينه ان شكل الجلد اصبح مترهل جدا. فعشان كده بنقول ان من اخطر مشاكل الرجيم العشوائي هو الترهلات الشديده. يبقى انا من هنا ما بنصحش اي حد من باحث عن الرشاقه او الباحث عن الجمال او الباحث عن حسن القوام ان يدخل مباشره كده يبحث يعمل سيرش على النت. اي واحد فينا لو دخل رجيم سريع، اسرع رجيم، ناس الـ يعني معلش التخسيس، اصبح هناك هوس نحو التخسيس، ولكن الهوس اذا لم يقوم سياتي بنتيجه عكسيه. احنا مش عايزين الشيء الكويس جدا ان احنا كلنا نهتم بحالتنا الصحيه، نهتم بتناسق القوام، نهتم بالشكل الجميل، ولكن بالطريقه الصحيحه. الفارق بين ان انا اخس بطريقه صحيحه او طريقه صحيه وطريقه سريعه على غير ما يعتقد البعض، شهر زياده او شهرين، ولكن في النهايه هل هخرج سعيد ولا هخرج حزين؟ هل هقدر احافظ على الوزن اللي انا خسيته ولا هفقده بعد شهرين او ثلاثه واكتسب معاهم كمان 5 كيلو او 10 كيلو زياده؟ يعني ظاهره اليويو، ظاهره النزول والصعود السريع، دي من المخاطر الثانيه لمخاطره الاسلوب الخاطئ في اتباع الرجيم، هو الرجيم العشوائي او الرجيم الغير صحي. النزول السريع يصاحبه عوده مره اخرى للوزن سريعا، بالاضافه الى اكتساب اوزان او كميات جديده من الوزن. خطوره ان انا اقعد اخس وازيد واخس وازيد واخس وازيد، ان بيجي العيان بعد فتره بيحدث له نوع من الاحباط، يقول لك يا دكتور انا كل ما بخس كل بعدها بشويه شهر شهرين بزيد اللي انا خسيته تاني، يبقى انا عذبت نفسي على الفاضي، يبقى انا ايه هخس ليه؟ ما انا هعذب نفسي، ما كل شويه بخس وازيد بخس وازيد. لا، خلينا على كده، دي خطوره الامر ان كثير من العيان بيحبط، يصاب بالاحباط، وهذا الاحباط يثنيه عن العوده مره اخرى لمحاوله انقاص الوزن بطريقه صحيحه. يبقى انا من اكبر المخاطر اللي بتقابل العيان في اتباع رجيم عشوائي او رجيم نت او رجيم اللي هو بظروفها ده زي ما بيقولوا، او طقت في دماغ العيان او في دماغ الواحد انه عايز يخس عشان عايز اخس 15 كيلو. يعني بيدخل لنا عيان، انا مره جالنا عيان في المركز بيقول لك يا دكتور انا عايز اخس 30 كيلو في شهر. قلت له مستحيل، ولا جراحه تجيبها ولا صحتك تستحمل ولا يمكن ان انا اجاريك في هذا الامر. احنا عندنا معدل صحي للنزول، احنا بنقول ان المعدل الصحي في الشهر من 6 ل 10 كيلو في الشهر، نقدر نقول ده معدل ما يؤثرش بالسلب على حاله الجلد ولا يؤثر على الاعضاء الداخليه في الجسم ولا يؤثر، ولكن العيان لعدم علمه بمخاطر الرجيم العشوائي او الرجيم الخاطئ او الرجيم القاسي يتبسط قوي ان هو خس. لا، ده لما بيجي عيان في اول اسبوعين من الايه معدل النزول عنده فوق ال 5 كيلو انا متخوف على حالته الصحيه، ما بتبسطش، بقول له انا مش عايزك تخس كده، انا مش عايزك تخس بسرعه، عايزك تخس صح. يهمني شيء مهم جدا ان انا اخس الكيلو اللي انزلهم ما اطلعوش تاني، 5 كيلو اللي انزلهم ما اطلعهمش تاني، ده عندي اهم، ان انا استطيع ان احافظ على ما اكتسبته من فقدان الوزن. وهنا بتظهر بقى خطورة ان انا بتعامل مع دكتور يعلم ويعي خطورة ما يصفه لمريضه، او واحد بيتبع رجيم عشوائي، او بيسعى لاحداث، يعني معلش خدنا بنتكلم، كثير من المعالجين قد لا يكون متخصص او لا، يعني هنقول ما يتقيش الله في المريض بتاعه، مش هنقول اكتر من كده، لانه قد تصاب كثير من الحالات، في حالات بتدخل العناية المركزة بسبب الرجيم الخاطئ. العيان بيتبسط، ده انا رحت عند الدكتور وخسينا 15 كيلو في الشهر وخسينا 20 كيلو في شهر ونص. لا، انا ما اتبسطش بكده، انا يهمني حالة الصحية للمريض، ولابد ان كل مريض يكون حريص على حالته. انا اريد ان احسن من حالتي، انا اريد ان احسن من حالتي الصحية، مش اريد ان انا انقذ يبقى شكلي كويس، شكلي خسيت واجي بعد كده القى في مشاكل تانية حصلت.
يبقى اول المشاكل هي مساله الترهلات، مساله جفاف البشره. يعني حالات كتير قوي منها بتخس الابعاد البشره، حالات الصمة الخطيره اللي بدات تظهر تحت العين، يعني غطس لجوه، تبقى بنت عندها 17 سنه او 18 سنه مفاجاه زي ما تكون واحده عندها 55 سنه، عينيها غطست لجوه واسمرت وشعرها بدا يسقط ولون البشره بقت جافه وكلام من هذا القبيل. يبقى ده كله بسبب الرجيم العشوائي او الرجيم الغير صحي، الرجيم الغير صحي. يبقى احنا بنتخوف من مساله الترهلات الشديده، نتخوف من الهالات السمراء التي تظهر تحت العينين، ده كله بسبب الرجيم العشوائي او الرجيم الغير صحي. ثالث هذه الامور وهو خطيره جدا جدا، المخاطر التي تحدث مع الرجيم العشوائي، قد يحدث سقوط في الكلى، قد يحدث سقوط في الكلى، وهذا حدث في كثير من الحالات. الكلى جزء من الكلى مش مرتبطه بعضلات داخل الجسم، مش مثبته بعضلات او اربطه زي المفاصل او زي الاعضاء الاخرى في الجسم، ولكنها محاطه بطبقه من الدهون. اذا حدث نزول مفاجئ في الدهون قد يسقط الكلى، وقد يعاني المريض من مشاكل في الكلى يعاني منها مدى الحياه. احنا بنقول عايزين رجيم صحي، مش عايزين رجيم عشوائي، عشان بعض المرضى او بعض المتابعين في الصفحه يعني يلاحظوا ان انا ما بحبش، يعني اللي بيسالني على عايز رجيم يخسسني انا وزني وكلام زي كده، انا بدي نصايح عامه، لكن عشان ادي مريض في سن معين ما اعرفش طبيعه شغله ايه وما اعرفش طبيعه حالته الصحيه ايه، ادي له رجيم قد يؤدي به الى مفسده. لكن انا في النصائح دايما اللي على صفحتنا، يمكن صفحتنا دايما على الفيس بنرحب باستفساراتكم وهنرد على بعض الاسئله اللي جات على صفحتنا، ولكن برضه بخطوط عريضه، لان انا ما اقدرش اصف للمريض او اصف لانسه او اصف لشاب نظام غذائي ولا ما اعرفش طبيعه حياته، طبيعه الاكتيفيتي اللي هو بيمارسها، هل بيعاني من بعض الامراض، هل هناك نقص في الهيموجلوبين او في انيميا او الى غير هذه الامور. لابد ان هذه العادات ان تكون امام الطبيب المعالج قبل ان يصف النظام الغذائي. من الخطا الشديد ان انا اروح لدكتور الان بيوزع ورق على المرضى، يبقى ده كده كلام، احنا بنتكلم كلام عشوائي. يعني في بعض المرضى يقول لك يا دكتور انا رحت للدكتور دخلنا ثلاثه او اربعه او خمسه مع بعض بيوزع علينا ورقه واحده كلنا، يعني كل واحد كلنا زي بعض. طبعا يبقى انا بتكلم هنا في رجيم عشوائي، وهذا ما اعنيه من الخطوره والرجيم العشوائي، الرجيم الذي لا يراعي اختلافات السن ولا يراعي طبيعه العمل ولا يراعي المرحله العمريه والسنيه. يعني أنا لازم أشوف طبيعة العادات الخاصة لكل مريض ثم بعد ذلك أقرر ما يناسبه، هو ده الرجيم الصحي الحقيقي. يبقى احنا نرجع تاني لمخاطر تاني الرجيم العشوائي، رجيم نت أو رجيم الوصفات أو رجيم صاحبتي أو الرجيم اللي كنت واخداه من السنة اللي فاتت. يبقى احنا بنقول المسألة التانية سقوط الشعر. خلينا بنتكلم ان معظم المهتمين بالتخسيس وإنقاص الوزن هو البنات والستات أكثر من الرجال. طيب يعني احنا بنهتم بالجمال، نهتم بالرشاقه وبالشكل الجميل، ما ينفعش يبقى واحده عودها جميل قوي وشكلها حلو وشعرها صلع زي الرجاله او شعرها سقط. فانا بقول ان ضمن الخطر لابد ان انا اتخذ رجيم صحي حتى احافظ على حاله الشعر واحافظ على حاله البشره واحافظ على حاله الجلد من الترهلات والتشققات التي قد تحدث في الجلد. الحاجه الثانيه اللي احنا بنقول دايما ان من مشاكل الرجيم العشوائي تاني انه لا يمكن الاستقرار على الوزن المكتسب. للاسف الرجيم العشوائي لانه رجيم لم يشخص السبب في السمنه ولم يعالجه. انا دايما بقول ان السمنه مرض ومرض مزمن، جسم عنده استعداد للزياده. يعني يمكن الجزئيه دي كثير من المرضى بيزعل لما نقول لا، هي حقيقه السمنه مرض مزمن، جسم عنده قابليه للزياده. جسم عنده قابليه للزياده زي الضغط والسكر. احنا ما سمعناش ان في واحد عنده الضغط وخف او عنده السكر وخف، لكن يقول لك اه انا مظبط الضغط بتاعي، اه انا مظبطت الضغط بتاعي وبدات انظم في اكلي وعلاجي ممكن اخد علاج او ما اخدش بقى على حسب الحاله، ولكن لو لخبطت الضغط هيعلى تاني، لو لخبطت في اكلي السكر هيعلى تاني. انا السمنه نفس القصه، جسم عنده قابليه لزياده الوزن. لابد ان نحدد اسباب زياده الوزن عند كل مريض ثم نعطيه نظام غذائي، الهدف منه ان نعالج هذه الاسباب ثم بعد ذلك يحافظ المريض بياكل من كل حاجه ولكن باعتدال. الرجيم العشوائي لا يحقق هذه المعادله، الرجيم العشوائي لا يحقق هذه المعادله. انا دايما في اول جلسه في اول لقاء مع المريض في المركز بحب دايما ان انا اعمل تقييم للحاله وافهم العيان ان انت عندك الاسباب اللي بتخليك تدخل 1 2 3 4. الهدف عندي من فترة اللي انا بتابع فيها الدايت او فترة الرجيم ان انا اغير هذه الصفات واكتسب الصفات الجديدة ثم استمر عليها. ما لم نفعل ذلك فانه ما هيكونش نتيجة. انا دايما بقول العين كده، لو ما تغيرناش
وما تعدلناش وحافظنا على الصفات المكتسبه دي، الوزن هيرجع تاني. احنا عايزين نخس وما نزيدش تاني. اخطر شيء هي تذبذب الوزن، تذبذب الوزن بين الصعود والهبوط، شويه يبقى 100 وشويه يبقى 70، شويه يبقى 85، شويه يبقى 105. لا، انا عايز اخس يوم ما يبقى عندي المساحه اللي بتحرك فيها في زياده الوزن هي ال 5 كيلو او ال 4 كيلو او ال 3 كيلو زياده او نقصان، لكن بال 20 كيلو وال 30 كيلو هذا شيء طبعا بيسبب مشاكل كتير وبيأثر سلبا على عضله القلب، وممكن يعمل مشاكل، يعمل مشاكل ثانيه كتيره جدا زي ما احنا اتكلمنا في الكلى وفي المراره، ممكن يعمل حصوات في المراره، بيجي لنا حالات كتيره قوي حصل مع الدايت الشديد او الدايت الخاطئ ان يحدث ان هو يعمل حصوه في المراره او يعمل تفتيت للحصوات. يبقى احنا كده اتكلمنا عن خطوره الرجيم العشوائي، خطوره الرجيم العشوائي واهميه ان نتابع في النظام الغذائي مع طبيب متخصص يقيم الحاله ويشخصها، ثم بعد ذلك يعطيني النظام الغذائي الذي يناسبني متدرج ومعتدل وحتى نصل به الى الهدف المطلوب. انا دايما بقول ان دايما فتره الرجيم، انا بشبه الفتره اللي العيان فيها بيتبع فيها بيمشي مع دكتور تغذيه متخصص، دايما بقول له ان الفتره دي زي فتره الامتياز مع طالب الطب او زي فتره التربيه العملي مع كليه التربيه. ايه هي الهدف؟ ان بينزل امتياز طالب بعد ما يخلص البكالوريوس بينزل امتياز ليه، او بننزل طلبه في تربيه عمليه عشان يتعلم كيف يتعامل مع المواقف. الطبيب في امتياز بيقف مع دكتور اكبر منه بياخد منه الخبره، لو جالي عيان هعمل معاه كذا، طب لو حصل متغير هتعامل معاه ازاي، طب انا لو كذا بحس انا بكره هكون مسؤول عن عيان. انا الهدف بقى مني في فتره اتباع الرجيم مع الدكتور ان اصبح بعد ذلك دكتور تغذيه لنفسي، بس ما افتحش عياده، يعني اكون مع نفسي عشان يبقى اتعامل مع الامور. عرفت ان لما كنت ماشي مع الدكتور، يا دكتور انا حصل النهارده عندي عزومه ولخبطت في العزومه، هو هيقول لي اه طب ما يحصل كذا انت هتستدرك كذا الامر بعمل كذا وكذا، او هتاخد العلاج الفلاني لما يحصل كذا، طب او اقدر اقوم اتمشى شويه او زود مجهود الرياضه، يوم تاني هيحصل لخبطه معينه هنتغير، طب يا دكتور انا بحب الاكل الكتير اعمل ايه؟ يبقى احنا الهدف من الفتره دي فتره اتباع النظام الغذائي ان اغير هذه العادات واكتسب العادات الجديده عشان بعد ذلك انا اعرف اضع البرنامج الخاص بي. ما مش كل يوم مش هدنين عمره كله مع الدكتور فلان او الدكتور فلان، انا بيجي لي عيان ببقى اخد يعني شوف عيانين كده زي ما يكون اخد الشغلانه الكعب ده يلف على كل الدكاتره اللي موجوده في المكان. كل ما يسمع الدكتور يمشي معاه شويه ويخسره شويه وبعد كده يزيد ويروح لواحد تاني، واحنا مش عايزين كده، انا عايز يكون هذا هو نهايه المطاف. ما بمشي مع دكتور تغذيه ويعني ما يقول تكون هذه هي نهايه المطاف، بخس وما بزيدش تاني، ازيد في 5 6 كيلو، بنتابع شويه مع الدكتور فتره ما تسمى فتره التثبيت حتى لا يحدث عوده مره اخرى للوزن، لكن انا اخس وازيد يبقى انا بتبع رجيم غير صحي او رجيم عشوائي او رجيم غير موافق. يبقى دي كانت مخاطر اتباع الرجيم العشوائي. طب ايه هي بقى مواصفات الرجيم المثالي او مواصفات الرجيم الصحي اللي احنا بنتكلم عنه، اللي هو موضوع الاسم البرنامج بتاعنا كله هو الرجيم الصحي، هو ده اللي هنتكلم عنه ولكن بعد الفاصل. كل اللي بتحلم بيه في مستشفى رويال هتلاقيه، احدث جهاز لشفط الدهون اللي هيخلصك من السمنه تماما في اسرع وقت وباقل تكلفه، احدث جهاز ليزر في مصر لازاله دوال الساقين بدون جراحه، احدث جهاز لازاله الشعر الزائد ده غير حضانات الاطفال وعيادات الجلديه والليزر والعلاج الطبيعي وغرفه العمليات المجهزه والاقامه والعنايه المركزه ومعمل تحاليل طبية. مش قلتلك كل اللي بتحلم بيه في مستشفى رويال هتلاقيه؟ للحجز والاستعلام اتصل على 01-4-88-7-44 او 055-23-570. السلام عليكم، رجعنا بعد الفاصل لنتحدث عن مواصفات الرجيم الصحي. مواصفات الرجيم الصحي، الرجيم الصحي زي ما احنا قلنا ان ليه هدف ان انا اتغير وان احنا نكتسب صفات جديده ثم بعد ذلك نستمر عليه. الا ايه وانا اعرف ان ازاي ان انا ماشي مع الدكتور ده مديني رجيم صحي ولا مش رجيم صحي، ولا انا ماشي صح ولا مش ماشي صح. انا دايما بقول ان من مواصفات الرجيم الصحي اول شيء ان يكون رجيم متوازن غذائيا، متوازن غذائيا يحتوي على كافه العناصر. انا جسمي ده كيان لابد ان انا اهو من احتياجات، يعني لما اروح مثلا اتبع نظام والقى الدكتور بيقول لي كل اسبوع فاكهه يبقى ده رجيم غير صحي، اوتوماتيك ده رجيم غير صحي. يعني انا جسم محتاج بروتينات، محتاج كربوهيدرات، محتاج فيتامينز، محتاج كل الحاجات دي، الحاجات دي غير متوفره في النظام الغذائي يبقى رجيم غير صحي.
يبقى انا بقول ان لابد ان يحتوي النظام الغذائي على كافه العناصر البروتين، يحتوي على البروتين سواء عندي بقى فراخ، عندنا اسماك، عندنا لحوم، عندنا بيض مسلوق، عندنا فول، عندنا اي نوع من انواع البروتين، عنصر لابد ان يكون موجود في النظام الغذائي المتبع. لابد ان يحتوي النظام الغذائي على الفيتامينز، مجموعه من الخضروات سواء على هيئه سلطات او خضروات منفرده او الى غير باي طريقه تؤخذ، ولكن لابد ان يكون هناك مجموعه من الفيتامينز، مجموعه الفيتامينات اللي الجسم بيحتاجها، عشان انا عايز زي ما بقول عايز اخس واكون اجمل. يعني انا دايما بقول لما تيجي لي عيان او عيانه اقول انا عايز بعد اسبوعين ثلاثه من النظام الغذائي وشي اكثر نضاره واكثر جمالا واكثر يعني بشاشه، لكن انا مش عايز اخس ولا وشي دبل، يبقى انا كده مش ماشي صح. ما انا رايح النهارده اخس، او العيان بقول له انت جاي النهارده عشان تخس وتبقى اجمل واحسن من الاول، ولا عايز تخس وخلاص؟ عايز تخس وخلاص يبقى نعمل جمال غلط، لكن عايز النهارده كل ما بخس قلق وشي. يعني دايما للاسف كثير من العيال ما بيبقى تبع جيمات الغذاء، اقول لك يا دكتور انا كل ما بخس اول ما بعمل جيم بلقى وشي دبل واصفر وانا بخاف اعمل رجيم عشان كده. اقول له لا، انا عايز اعمل النظام الغذائي وبعد اسبوعين ثلاثه من الدايت احس ان وشي اكثر نضاره من الاول، احس ان الجلد احسن من الاول، يعني التشققات اللي في الجلد او الجفاف اللي في الجلد ده عايز احس انه احسن. والحمد لله بنلقى عيانين كتيره جدا حالتهم بتزداد حسنا على الحسن السابق. يبقى لابد ان هنا يكون الرجيم يحتوي على كافه العناصر الغذائيه. الحاجات الثانيه لابد من الاهتمام بشرب الماء. لابد ان اي رجيم عشان يكون رجيم صحي لابد من تناول كميات كبيره من الماء، ما اقلش عن 2 الى 3 لتر ميه يوميا. طبعا كثير من المرضى ما بيحبوش شرب الميه دي خالص، عشان كده اي عيان او اي واحد من المشاهدين بتوعنا اللي مسمعنا في برنامجنا رجيم صحي، لو احنا بنقول له لو انت ما بتشربش ميه شوف حاله البشره بتاعتك، هتلقى البشره سواء جلد البطن او جلد الوجه هتلقى فيه جفاف في الجلد، شوف الشعر عندك بيسقط ولا ما بيسقطش، هتلقى للاسف كثير من العيانين او البنات تلقى شعرهم بيسقط بسبب نقص العناصر الغذائيه منها الميه. ربنا بيقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. لابد من شرب، الاهتمام في النظام الغذائي بشرب المياه. الحاجه الثالثه طبعا من فوائد الميه بقى الاجماليه انها بتنظف الكلى من الاملاح والحصوات وبتنظف الجسم من السموم. طبعا انا ما بشربش ميه، طب الناس يقول لك طب ايه علاقه الميه بزياده الوزن؟ شرب الميه ايه علاقه؟ لا، ده الميه شرب الميه بيرفع معدل الحرق، بيرفع معدل الحرق في الجسم. الحاجه الثانيه انه بيقلل معدل الاملاح في الجسم. ما الانسان بيكون عنده املاح، الاملاح دي بتخلي الجسم يخزن ميه تحت الجلد، عشان كده نلقى عيانين كتير قوي من مرضى السمنه نقول انت بتحس برجلك بتورم، يقول لك اه ايديا احيانا بتورم ورجليا بتورم، يبقى احنا غالبا الاملاح عنده زايده شويه. عشان كده احنا بنقول نهتم بشرب يوميا من 2 الى 3 لتر ميه يوميا، الى جانب العناصر الغذائيه لابد ان تتوفر كافه العناصر الغذائيه بكميات معتدله على حسب بقى ما الدكتور بيقيمها. يعني انا ممكن يجي عيان يقول لك يا دكتور انا باكل 3 رغيف، اجي اقول له كل ربع رغيف؟ طبعا ما ينفعش، يبقى انا بتكلم كلام غير منطقي. او واحد بيقول لك انا مثلا يعني في طبيعه اعمال ناس طبيعه اعمالهم بقى فيه هيفي ديوتي او مهام بدنيه شاقه، ممكن ياكل بالاربع او الخمس رغيف في الطاقه، اجي اقول له كل ربع رغيف يبقى لا هيعمل رجيم ولا هيكمل ولا عدنا هنشوف في المركز تاني. لا، احنا بنمشي متدرجين، بندي الجسم احتياجاته بما لا يعطل طبيعه عمله. يعني انا مش عايز واحد يشتغل يخس شويه ولا قاعد في البيت، طب هيشتغل ازاي؟ هيكتسب رزقه منين؟ يبقى انا لابد ان يكون الرجيم بتاعي متوازن وصحي، انا مش عايز القى عيان وقع في شغله. ده بيحصل، واعتقد كل المشاهدين مروا بمراحل مثل هذه او شافوا حالات يقول لك انا عامل الدايت ده انا دخت، ده انا وقعت في الشغل بتاعي، انا مش عايز كده. رجيم صحي يحتوي على كافه العناصر الغذائيه المتكامله. ممكن في فتره من الفترات لما بيحدث ثبات حتى تكون المعلومه كامله، في بعض الاحوال لما بيحدث ثبات وتكون الحاله الصحيه للمريض تسمح باتباع انظمه قاسيه شويه اسبوع او يعني في حدود الاسبوع او اكثر قليلا لكسر الثبات، لان طبيعي جدا ان الانسان في فتره النظام الغذائي بيحدث نوع ثبات، نوع من الثبات البلاتو، الجسم مش راضي ينزل. فممكن في لحظه زي كده الدكتور بقى حسب حالته يدخل له باسبوع قاسي بحيث يكسر الثبات ده ويبدا يعود الى الانظمه الصحيه مره اخرى من جديد. يبقى احنا بنقول ان احنا لابد ان يكون النظام الغذائي يحتوي على كافه العناصر الغذائيه، كافه العناصر الغذائيه الخضروات والفيتامينز والكلام ده كله، عشان يبقى بخس وجسمي بيزداد جمالا وبهاء ونضاره. طب ايه خطوره ان انا يبقى الرجيم بتاعي غير متكامل؟ خلينا بنتكلم ايضا يعني لابد برضو عندما نتحدث او طبيب التغذيه اللي بيعالج السمنه بالذات، لابد قبل ان يدرس التغذيه وقبل ان يدرس الطب ان يدرس معهم الطب النفسي او معرفه الحاله النفسيه للمريض. انا بقول عيان عنده وزن زايد، يعني ايه وزن زايد؟ ايه سبب وزن زايد؟ انه واحد اكيل بيحب الاكل، واحد بيحب الاكل، بيحب الحلويات، بيحب الرز، بيحب العيش، بيحب
واحد بيحب الاكل، ما ينفعش يبقى واحد مصرف في تناول الوجبات واخده من اقصى اليمين الى اقصى الشمال. يعني واحد بيقول لك انا بفطر 3 رغيف وباكل شوكولاتتين في اليوم، بحب المياه الغازيه، بحب الشيبسي، وبحب الحاجات دي كلها، واقول له انا عايزك تاكل فاكهه اسبوع. يعني اعتقد تكون صدمه شديده جدا للجسم. ممكن الانسان لحماسه لان هو اول اسبوعين المريض متحمس جدا ممكن يستجيب معه، لكن انا اتحدى ان المريض يستمر اكثر من اسبوعين على مثل هذه الانظمه العشوائيه او الانظمه غير القاسيه. تكون النتيجه ايه؟ الانسان بيتمرد على رجيم. النفس البشريه كالطفل، الطفل ده لو ما اديتلوش متسع هيتمرد عليك. يعني انا ما ينفعش يبقى عندي ابني وما تلعبش هنا، ما تلعبش هنا، ما تقعدش هنا، ما تقعدش هنا، لا لازم ادي له مكان يتنفس. انا بقول ما تلعبش هنا بس انزل العب تحت في المدخل، او العب في الاوضه اللي الثانيه، او اعمل كذا، لازم ادي للنفس متنفس. انا بقول له ما تاكلش حلويات بس كل فاكهه، ما تاكلش مثلا 3 رغيف بس انا عندي ممكن اكل رغيف ومعاه كذا وكذا وكذا. يبقى انا بمنع اشياء واسمح باخرى حتى ان النفس تتسلى، واخد النفس متدرجه بالتدريج عشان تقدر تستجيب معايا. انا مش عايز النفس تتمرد. يعني عيان كتير يقول لك يا دكتور انا اول 3 ايام في رجيم كنت 100%، بعد كده حاسس ان انا عايز اكل كل حاجه، عايز اكل اي حاجه حتى الحاجات اللي ما كنتش بحبها بقى عايز اكلها. ده ليه؟ لانه اتبع رجيم عشوائي خلى وصل معاه الى بنفسه من الداخل ان هي تتمرد على كلمه رجيم. يعني كلمه رجيم اي حاجه مرتبطه برجيم. يعني بيجي لنا عيان يقول لك يا دكتور انا كرهت السلطه، انا كرهت كذا كذا، انا ما اقدرش. ليه؟ لانه تمرد، وصلنا به بنفسه ان هي تمردت على كل ما يتعلق بالتخسيس او كل ما يتعلق بكلمه رجيم. احنا عايزين ما نوصلش للمرحله دي، عشان كده بقول اهميه ان انا اتبع نظام غذائي صحي يحتوي على كافه العناصر الغذائيه، يبقى احسن حالتي الصحيه، ما اوصلش للنفس الى مرحله التمرد. تقدر النفس تستقيم معايا وتستمر معايا الى اطول فتره ممكنه، ثم بعد ذلك تتبعها فتره التثبيت بدون اي ملل او كلل او ان الانسان يزهق من النظام الغذائي. ثاني هذه المواصفات، يبقى اول حاجه انه يكون متزن غذائيا، ثاني هذه المواصفات في الرجيم الصحي او الرجيم المتوازن، وهي دي اهم جزئيه اللي هي بان يكون البرنامج الغذائي متكامل ويهتم بكافه التفاصيل. زي ما احنا تذكرنا انا عندي اي واحد عايز يخس دايما عيني على 3 حاجات. اول حاجه الصحه العامه، حالته الصحيه كويسه ولا مش كويسه، هديله النظام ده هيحسن حالته الصحيه ولا مش هيحسنها. لازم اهتم بالحاله الصحيه، الصحه العامه. يعني مش عايز يبقى العيان عمال يقع ويقوم واقول له كويس وخد رجيم قاسي تاني، لا، يبقى انا كده بضر العيان. الحاجه الثانيه ان انا بهتم بمساله النظام الغذائي المتكامل زي ما احنا ذكرنا حتى ينقص الوزن. ثالث هذه الامور هو مراعاه حاله الجلد. دايما انا بقول ان انا عندي مع العيان السمنه دايما براعي حاجتين، اول حاجه مساله انقاص الوزن، تاني حاجة مسألة السمنة الموضعية، تناسق القوام. مخطئ من يظن أن النظام الغذائي يحدث تنسيق في القوام. النظام الغذائي يخسس بدون تنسيق. كثير من العيان يدخل يقول لك يا دكتور أنا عايز بطن اللي يخس، وعملت رجيمات بقالي فترة، ما مش هيأثر. الرجيم مش هيعمل تنسيق، الرجيم مش هيخسس البطن، الرجيم مش هيخسس الأرداف، الرجيم مش هيعمل الظهر، الدهون اللي في البطن الرجيم ما بيظبطهاش. انا بقول الرجيم بينقص الوزن ولكن بدون تنسيق. لابد من ان اتبع النظام الى جانب النظام الغذائي الاهتمام طرق الاخرى لعلاج السمنه الموضعيه، ثالث هذه الامور التي لابد ان يحتويها النظام الصحي او الرجيم الصحي، وما الاهتمام بحاله الجلد، شد الجلد. لازم من الاول بمنع، بعمل حاجات تمنع الترهلات، بستعمل بعض الكريمات او بستعمل الكوسات الكويسه او بستعمل حزام للبطن عشان امنع الترهل. انا مش هستنى، ما هنا خبره الطبيب المعالج انه يعلم ما يحدث مستقبلا فيمنع حدوثه، مش علم غيب. ولكن احنا بنقول ان انا عندي مشكلات معروف ان هي لو انا عملت رجيم بدون تنسيق او بدون اهتمام بحاله الجلد هيحدث ترهل، هيحدث جفاف في البشره في الجلد، هيعمل الكلام ده كله. فعشان كده بحاول من الاول بستعمل بعض الكريمات الموضعيه عشان الطف حاله الجلد واخلي تغذيه الجلد الموضعيه كويسه، بستعمل حزام للبطن عشان امنع الترهلات او احد من الترهلات، بعمل جلسات على البطن تفتيت الدهون او على الارداف او ايا كان المكان. يعني دايما بنسال العيان ايه اكتر مكان مضايقك في الاول، في اول جلسه في التقييم، ايه المكان اللي مضايقك، يقول لي مثلا البطن او الرجلين ايا كان المكان. فبنحاول نعمل اجهزه لتفتيت الدهون. دي يمكن من الحاجات اللي احنا بنتميز بيها في مركز رويل، ان احنا الحمد لله استطعنا ان نوفر كل ما يحتاجه مريض السمنه لتخسيس الاماكن الموضعيه، سواء جراحيا بشفط الدهون او وسائل اخرى مساعده زي تدبيس المعده او بالون المعده، او باجهزه الليزر البارد او الموجات فوق الصوتيه او اجهزه اللافاترون او ال بي جي او كل الاجهزه التي تتعامل مع
قسمنا الموضعية ونتعامل مع شد الجلد. كل هذه الأجهزة حاولنا نوفرها في مركز رؤية حتى يجد المريض كل ما يحتاجه في مكان واحد. حتى بعض المشاكل اللي تكون مصاحبة زي البشرة أو مشاكل في البشرة حاولنا عندنا الحمد لله إن احنا نوفر وحدة متكاملة لليزر الجلدية عشان نعالج مشاكل قسمنا والتجميل والبشرة. كل الحاجات دي تكون لابد إن احنا تكون في اعتبارنا من أول لحظة وأنا بعمل النظام الغذائي وبحاول أتبع النظام الصحي. عشان كده احنا اخترنا برنامجنا ان هو رجيم صحي عشان نتحدث عن كل ما هو صحي وكل ما هو صحيح وكل ما هو سليم في علاج السمنة. ساعدنا بيكم. والتاني بنفكر مشاهدينا الكرام ان احنا صفحتنا على الفيسبوك دكتور محسن مرويات رجيم صحي. يساعدنا ان احنا نتقبل استفساراتكم واسئلتكم وان شاء الله في الحلقة الجاية هنرد على بعض الاسئلة اللي وردت لينا على صفحتنا على الفيسبوك. وساعدنا بيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.